شباب هذا فيديو يبين لكم شلون يصير التعسف بالعراق العربي. جاي يشوفون ناس جايين على باب الله وعلى ارزاقها، يجون ناس ماجورين للاسف محسوبين على الدوله وعلى الحكومه العراقيه بقياده الانجليزي البريطاني المحتل، يجي يدفع علي انا ابن البلد اللي اطالب اقل حقوقي اللي هو راتبي جاب استقطاع 10 سنوات يقص بيه. فلهذا السبب احنا اليوم جاي نناشد كل انسان شريف وكل انسان من غيره، كل انسان يقول هيهات من الذله ومثل سيد الشهداء والاحرار، نريد نراوي المظلومات العراقيين الناس البسطاء اللي جايين على باب الله، يجي يعتقلهم بدون اي امر اعتقالي، تعسف بالموضوع. نحترم شيباتك يا بعد الله. لا واحد اسمه عميد اسماعيل زين، قلنا هسه كلنا دام نسوي مظاهره. شوفوا عمي، هاي الحكومه ويا الشركات الامنيه، وش حكي؟ والله هاي على مود رزقنا، باعوا على مود رزقنا، وش حكي؟ على مود رزقنا قاعد يحاربونا، اهم شيء الاجنبي. اقول لك كريم الله، هم الحرمين اسوء. ماتوا البارحه.